السلام عليكم. بالرغم من اتساع الجغرافيا السورية، وبالرغم من انتشار مئات الفصائل الثورية، وبالرغم من وجود دول كبرى في قائمة أصدقاء الشعب السوري، بالرغم من كل هذا الازدحام في الموالين والأصدقاء، فإن غوطة دمشق الشرقية تبدو وحيدة في مرمى نيران تحالف ثلاثي بين روسيا وإيران ونظام بشار الأسد. إلى أين ستقود هذه الوحدة الغوطة؟ يكاد هجوم النظام السوري مدعوما بالطائرات الروسية على الغوطة الدمشقية يكاد ينهي أسبوعه الثاني من غير أن يتغير شيء على الأرض ولا في أروقة السياسة. زحمة في الهدن والاتفاقات لم تفتح الطريق حتى الآن أمام إيقاف النار التي تصب فوق رؤوس سكان الغوطة صبا من دون توقف. لماذا تصطدم نداءات العالم بوقف النار على الغوطة بعناد روسي؟ وهل صحيح أن السبب هو وجود نحو 200 مقاتل من هيئة تحرير الشام يصنفهم النظام وروسيا إرهابيين هو السبب في صب حمم الطائرات والمدافع فوق رؤوس 400,000 مدني؟ وإلى أي حد يمكن أن تكون تهديدات الأمريكيين لنظام الأسد هذه المرة جدية؟ ما احتمال نشوب صراع خشن بين القوى الدولية الفاعلة داخل سوريا؟ هذه أسئلة رئيسة في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مشاهدينا الفاضلين، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. نبدأ بالتقرير. هنا الغوطة الشرقية، هنا يتساوى الجميع أمام الموت، فلا فرق بين رجل أو امرأة، طفل أو شيخ كبير. فآلة الحرب التي يقودها النظام السوري بدعم روسي إيراني لا تستثني أحدا. مئات القتلى والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي يتواصل منذ أيام، بينما يتواصل كذلك فشل المجتمع الدولي في وقف المجزرة. في الغوطة تختلط أطلال البيوت ببقايا أشلاء من كانوا ساكنيها، وكذلك تختلط الحسابات السياسية والاستراتيجية تبعاً لاختلاف الأهداف وموازين القوى. فرئيس النظام بشار الأسد يرى للغوطة الشرقية أهمية تستمدها من موقعها الجغرافي الواقع ضمن حزام العاصمة والقريب من مطار دمشق، بما يحمله ذلك من خطر عسكري على كليهما المدينة والمطار. وبحسب متابعين للأزمة السورية، فإن الأسد لا يستطيع التفكير في ذلك بعيدا عن إرادة داعميه في طهران وموسكو، الذين يرون في الغوطة الشرقية جزءا بالغ الأهمية ضمن ما أعلنه الأسد في 2013 بشأن استراتيجية سوريا المفيدة. تلك الاستراتيجية التي تمهد الطريق أمام عملية تقسيم لسوريا على أسس مذهبية وأخرى اقتصادية. فالغوطة تعد سلة الغذاء لدمشق بما تمتلكه من مساحات كبيرة من الأرض الزراعية التي ساعدت سكانها على الصمود رغم الحصار المتواصل منذ 2012. لذلك فإن ضم الغوطة إلى مناطق النظام يحقق استكمالاً لمشروع سوريا المفيدة بما يتضمنه من مصلحة إيرانية وروسية مباشرة. فطهران تسعى إلى استكمال مشروع الممر الاستراتيجي من طهران إلى ساحل البحر المتوسط في لبنان مروراً بالعراق وسوريا، وموسكو تسعى لتأكيد وجودها العسكري في مناطق شرق المتوسط في سياق صراع النفوذ مع الولايات المتحدة التي ربما تتدخل في وقت ما للمحافظة على نفوذها في سوريا، ما يهدد ربما بتفجير الأوضاع وحدوث مواجهة بدأت إرهاصاتها قبل أسابيع بقصف المقاتلات الأمريكية عشرات من المرتزقة الروس. فهل يصل الأمر إلى مواجهة حقيقية بين الطرفين تكون سوريا ساحة لها؟ للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو العميد الركن أحمد الرحال، خبير عسكري واستراتيجي، والأستاذ رضا بودراع، الكاتب والباحث السياسي، عبر سكايب من الدوحة، الأستاذ خليل مقداد، الباحث السياسي. أهلا بالجمع الكريم. أبدأ من الدوحة. أستاذ خليل، الغوطة محاصرة منذ 5 سنين، لماذا الآن قرر النظام الهجوم عليها؟ هل من دلالة للتوقيت هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا.
يا سيدي الكريم، الآن الصورة واضحة، يعني النظام وروسيا يسعيان لإخضاع ما تبقى من مناطق ثائرة على امتداد رقعة الوطن السوري، ولم يبقى هناك سوى الغوطة الشرقية وإدلب. درعا طبعا جبهاتها صامتة ومنذ سنين، وبقية المناطق مقسمة ما بين قسد ودرع الفرات وأكراد وعرب وإلى ما هناك ذلك روسية أمريكية. الآن المنطقتان المهمتان هما إدلب والغوطة الشرقية. طبعا إذا تحدثنا عن إدلب فلا بد أن نتحدث عن ريف حماة، لأنه بالتالي يتبع تلقائيا كجبهة وليس كطبوغرافيا. لذلك الآن الغوطة الشرقية مهمة لإنجاز التسوية، مهمة لعملية حماية دمشق وإفراغ الحزام الريفي من العرب السنة المسلمون، وإحلال شيعة مكانهم، أو على أقل تقدير تحييد هؤلاء العرب السنة، احتوائهم بمصالحات أو تهجيرهم إلى مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام. هذا هو الهدف. أستاذ خليل معذرة، ربما هذا يكون من حيث الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إيران ونظام الأسد مدعومين بروسيا إلى تحقيقه بحسب ما تفضلت، لكن السؤال التوقيت، لماذا الآن منذ سنة ونصف السنة تقريبا حلب أسقطت بيد النظام ولا يوجد معارك حقيقية باستثناء 4 شهور في ريف حماة، لماذا الآن تحرك الروس؟ هل من دلالة سياسية ما عن التوقيت؟ طبعا بكل تأكيد، يعني القوى الكبرى لديها أهداف ولديها أولويات. كانت الأولوية هي قتال تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء عليه في العراق وفي سوريا، وكان هناك تناحر أمريكي روسي في هذا المجال، يعني اتهامات متبادلة بدعم تنظيم الدولة، والكل يقاتله في آنذاك. والآن لا وجود فعلي ولا سيطرة لتنظيم الدولة على مدن. الآن انتقلت المعركة من معركة ضد تنظيم الدولة إلى معركة ضد هيئة تحرير الشام في إدلب طبعا وفي مناطق متعددة. الآن الهدف هو إخراجها من ريف دمشق، الهدف المعلن يعني كان هو إخراج هيئة تحرير الشام من ريف دمشق، لكن الآن تطور الهدف يا سيدي، يعني هي أولويات تتم بحسب ما تنجز المراحل، ينتقلون لمرحلة أخرى. أنا أوان التفرغ للغوطة بعد الانتهاء من تنظيم الدولة وبعد إشغال هيئة تحرير الشام بحروب جانبية مع جبهة تحرير سوريا المشكلة حديثا من الزنكي وتحرير الشام. الآن أنا الأوان لإخضاع الغوطة الشرقية، هذا هو بالضبط، يعني عندما تنتهي مرحلة ينتقلون إلى مرحلة أخرى بحسب تطورات الوضع على الأرض. نعم، هذا على المستوى الداخلي أو على المستوى الروسي. أريد أن أسأل رضا، في سياق الملف السياسي الدولي، الجبهة السورية أو الملف السوري نسبيا فاتر بارد منذ فترة، لا يوجد حراك دبلوماسي وسياسي يستحق التركيز عليه. في أي سياق دولي يمكن وضع هذا التطور العسكري في الغوطة الشرقية؟ واضح أن المسألة السورية قد تداخلت فيها الأمور وتعقدت بشكل جدي، بحيث أصبح الآن الرؤية الشاملة لها من الصعوبة بمكان تفكيكها حتى نستطيع الحكم على شيء معين. الأكيد الآن هناك أمور ثابتة. الثابت الأول أنه الكل دخل سوريا وأغلقت عليهم ساحة الشام إغلاقا استراتيجيا، بمعنى أنهم دخلوا ثم ما عندهم تصور كيف الخروج من هذه الأزمة. التصور كان بداية كيف يدخلون إلى سوريا، كان هناك المبرر، كان هناك الحلف والأحلاف، كان هناك حتى جمع التمويل لذلك. أما الآن السبب الرئيسي الذي أدخل كل الأحلاف إلى سوريا اللي هو كان تنظيم داعش، قد أعلن النصر عليه، وعند ذلك فقدوا المبرر الأول الذي جمع كل الأحلاف. الآن الأحلاف متموضعة عسكريا، ليس لها تصور كيف سوف تخرج من هذا الفخ السوري. هذه من جهة. من جهة أخرى الإرادة في حل الأزمة السياسية السورية، هل هناك فعلا إرادة؟ لا أحد يريد أن تحل يعني بالطريقة التي تخدم السوريين. كل واحد عنده تفسير للحل، عنده قراءة الاتفاقيات وعنده رؤيته ومصالحه. إذن الدخول كان باتفاق، الآن الكل في العمل الاستراتيجي. كل الأحلاف، عندنا 4 أحلاف، عندنا الحلف الدولي فيه 75 دولة هو الآن متموضع عسكريا، عندنا الحلف الرباعي الروسي متكون من 8 دول، عندنا فيها روسيا وإيران والعراق ولبنان، وكخط خلفي داعم استراتيجي الصين والجزائر. وإضف إلى ذلك عندنا أيضا الحلف العسكري الإسلامي بين قوسين
الذي أنشأته السعودية أيضا هو داخل بطريقة من الطرق، بحيث أنه طبعا كان فيها بقيادة سعودية وباكستان أبرز من فيها، وأيضا تركيا لكنها قبلته كحلف سياسي ورفضته كحلف عسكري. الحلف الرابع الذي تشكل ودخل أيضا ليحقق نوعا من التوازن بعد اختلاله هو الحلف الثلاثي الإيراني الروسي الإيراني التركي، والذي توج بعملية غصن الزيتون. وإن كان ثمة من يسميه توافقا وليس حلفا، لا هو 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 أقرب إلى الحلف، لأنه فيه أولا اتفاق ضمانات ورأينا بعضها سوف نتطرق إليها، وهناك ما هو مسكوت عنه بطبيعة الحال. إذن هناك أربعة أحلاف دخلت في خريطة جغرافية ضيقة جدا، بحيث أكيد سوف يقع هناك تزاحم استراتيجي، أين تزاحم عسكري. أين تتموضع الغوطة من هذه الأحلاف الأربعة كما وصفت؟ أحسن، الغوطة دخلت كورقة ضغط بالنسبة للأحلاف الأربعة. هناك ضغط للحلف الدولي بقيادة أمريكا، تريد أن تأخذ كل المنطقة الجنوبية المفيدة بالنسبة لها. روسيا لا زالت تريد الاحتفاظ بين قوسين روسيا سوريا المفيدة القديمة، والتي عناصر من الكريملين بدأوا يسمونها بروسيا الجديدة، أصبحوا الآن يطلقون على سوريا روسيا الجديدة نوفايا روسيا. يعني الآن ماذا تريد؟ تريد أمريكا أنها تنزع خاصية كلمة مفيدة من سوريا بالنسبة للحلف الرباعي. هذا جن جنون بوتين، بحيث أصبح الآن يهدد بالنووي حتى، يعني التصريح الأخير تبعه اليوم. هذا النوع من الأوراق، الضغط على المستوى الإنساني، الضغط على المستوى العسكري، سبقه أيضا ليس جديد، سبقه أيضا يعني إبادة في دارية ودوما، والآن في الغوطة، ربما سوف تنتقل قريبا في إدلب. إذن هناك صراع، انتقل الصراع من التوحد في الرؤية الاستراتيجية حول قتال تنظيم الدولة إلى الآن صراع التناقضات، كل واحد وله استراتيجية تبعه. عسكريا عميد أحمد، من خلال طبيعة المعارك وشدة القصف على الغوطة، هل يريد الروس ومن أمامهم نظام الأسد تحقيق حسم عسكري في الغوطة، أم أن ثمة هدفا آخر غير مرئي عسكريا؟ يعني لا يمكن فصل السياسي على العسكري، دائما نحن نقول أن الحرب هي استمرار للسياسة إنما بطرق عنفية. هناك نقاط بارزة حدثت خلال الأشهر الماضية، إن لم تقرأها بشكل صحيح لا يمكن أن تقدم قراءة عسكرية واضحة. دمروا إدلب وذهبوا إلى سوتشي فلم يحصدوا شيء. سقوط الطائرة في إدلب الروسية، سقوط الطائرة في 16، الصفعة التي تلقتها موسكو وشركة واغنر في دير الزور، كلها أمور متغيرات. قدوم الطائرات سو 57 إلى سوريا، هناك معركة عسكرية كادت أن تقع في ريف دير الزور ولم يتطرق لها الإعلام. عندما قصفت أمريكا قوات واغنر، خرج سرب سو 34 من مطار من قاعدة حميميم، فأقلع سرب F-22 من قاعدة أنجريك ومن بعض أمريكي، وكاد أن يحصل تصادم. لكن روسيا تعلم من أن السو 34 غير قادر على مواجهة F-22 فانسحبت، ثم قامت باستخدام الطائرات سو 57. اليوم الغوطة الشرقية هي محصلة هذه التنازعات ومناطق النفوذ، وبالتالي سوريا اليوم تحولت إلى ساعة صراع دولي، ولم تعد ساعة صراع أو ساحة صراع ما بين نظام وثورة. اليوم هناك مصالح روسية تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن الضربة في الغوطة هي موجهة للحلف السعودي الأمريكي، باعتبار جميعنا يدرك من أن جل فصائل الغوطة محسوبة على المملكة العربية السعودية. اليوم الغوطة الشرقية هي نتيجة أيضا كما تفضل الأخ رضا، نتيجة بعض التوافقات. روسيا تريد أن تحافظ على التحالف الذي أنشأته أو التوافق كما أسميته، أرضت تركيا في غصن الزيتون، وتريد أن ترضي إيران في الغوطة الشرقية، وجميعنا يدرك أن إيران هي آخر معقل للثورة السورية. حافظ الأسد استطاع من إحاطة نصف دمشق بالعشوائيات، عبارة ليست واضحة. إيران آخر معقل للثورة السورية، تقصد الغوطة آخر معقل. الغوطة الشرقية هي آخر معقل للثورة السورية. حافظ الأسد في السبعينات والثمانينات طوق نصف دمشق بالأحياء العلوية بين هلالين، بدءا من السومرية إلى حي 86 إلى العرين إلى, إلى, إلى وصولا إلى مشفى تشرين. اليوم إيران تكمل هذا التطويق عبر مشروع الأبراج والمشروع 101-102 التي أعطى بموجبها بشار الأسد أكثر من ثلث مساحة دمشق من
حي المزي وحتى سيدي زينب بقيت الغوطة الشرقية اليوم تريدها إيران كي تطوق العاصمة، ودعني أقولها بوضوح كي تمحي آخر أثر أموي في دمشق. إذا اليوم الحرب في الغوطة الشرقية هي حرب إيرانية مدعومة روسيا لكنها موجهة إلى الحلف الأمريكي. نعم خليل، مرة أخرى في الدوحة، يعني هدنتان إحداهما أقرها مجلس الأمن، نداءات دولية واتفاقات على وقف إطلاق النار على الأقل لساعات محددة في النهار، كل ذلك لم يشفع عند النظام ولا عند الروس، خرق واضح بالرغم من إقرار مجلس الأمن لهذه الهدنة. بماذا تفسر هذا الخرق وتجاهل النظام، بل ربما هناك من يسميه استهتار النظام بقرارات مجلس الأمن، لماذا برأيك؟ يعني علينا أن نعود إلى الماضي وأن نستعرض مسيرة الهدن والمصالحات وكل الاجتماعات، جنيف وفيينا وأستانا وسوتشي والرياض وكل هذه المؤتمرات، هل أنجزت شيئا؟ هل التزم النظام يوما بأي هدنة أو بوقف إطلاق نار؟ هل التزمت روسيا بأي هدنة أو وقف إطلاق نار؟ هاتان المنطقتين سواء الغوطة الشرقية أو إدلب مشمولتان باتفاق مناطق خفض التصعيد، وبالتالي كان من المفترض أو من باب أولى أن يتم التفاهم على وضع حدود لوقف إطلاق النار أو فض الاشتباك وحدود آمنة تكون بمثابة فصل قوات إلى ما هنالك، هذا في حال أردنا التحدث عن يعني عملية خفض تصعيد. لكن الآن نحن أمام واقع هم يسوفون وبحجة هذه الاتفاقات يقومون بقضم المحرر منطقة تلو أخرى. يعني الآن لو نظرت أنت على الساحة السورية لن تجد منطقة أصبحت بيد الثوار باستثناء درعا لأنها هادئة وبأن هناك تفاهم دولي إقليمي على تحييدها حفاظا على أمن الدول المحيطة بسوريا كلبنان وإسرائيل وفلسطين المحتلة والأردن. هذه المنطقة الآن هادئة بهذا بحكم هذه التفاهمات، لكن انظر إلى دير الزور وانظر إلى الحسكة والقامشلي وإلى ما هنالك والساحل ودمشق، كلها بيد النظام وقسد والولايات المتحدة الأمريكية. منطقة شرق الأفراد كلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية، والآن الصراع بعد الانتهاء تنظيم الدولة هو من يحصل على أكبر من الكعك. الولايات المتحدة تريد القضاء على الممر البري الفاصل ما بين العراق سوريا الشيعي والحكومة العراقية وإيران وميليشياتها التي تعد ميليشيا. روسيا تحاول أن تسيطر على أكبر منطقة ممكنة وأن تعيد هذه المناطق خاصة العقول النقدية إلى سيطرة النظام كي تظهر يعني أنه يظهر أنه سيطر وأنه قوي وأنه قادر على استعادة التراب السوري. نعم يعني ربما نواجه بعض الإشكالات الفنية عبر سكايب، يعني سنعود إليك مرة أخرى أستاذ خليل. رضا، يعني ما القيمة الاستراتيجية التي تحظى بها الغوطة لدى الروس والإيرانيين؟ خلينا نقول أنه قبل كل شيء بدنا نعرف كيف يفكرون، ماذا يريدون بالضبط. ليس عندنا المعلومات الدقيقة حتى نذهب نستجوبهم، يا أخي أنت ماذا تريد بالضبط؟ هناك طريقة سهلة، ماذا يريد بوتين وماذا تريد أمريكا وماذا تريد الأطراف كلهم من خلال ما أنتج من قرارات تجاه سوريا. قرارات مجلس الأمن تجاه سوريا بدنا نجيبها كلها نقرأها، ما هي القرارات التي اتخذت؟ كل القرارات حوالي 24 قرار ب 28 حوالي يعني 28 أكثر من 72 توصية وقرار، 72 لم يطبق منها واحد، هي واحدة. كل الكلمات التي أدرجت ضمن القرارات، كلمة مطاطية، كلمة حمالة أوجه تحمل أكثر من معنى، نهيب ونطالب وحسب الاقتضاء، ليس بسبب إرادة المجتمع الدولي بقدر ما هو بسبب تعنت روسي مستفيدة من مجلس الأمن. ما أنا جايك في الموضوع هذا. نعم. مش قضية فقط التعنت، هناك إرادة دولية على سفك الدم السوري، هذا أمر واضح. إذا ما في إرادة كان لماذا يريدون سفك؟ ما أنا جايك هذا سؤال رائع، لماذا يريدون سفك الدم السوري؟ لأن ليس عندهم ما يستطيعون فرض أوراقهم بالقوة، لا يستطيع أحد أن يحسم بالقوة، لابد أن يحسم بقيمة، يحسم بشيطنة الثاني والضغط عليهم من ناحية حقوق الإنسان والدم وكذا وكذا، فالذي يورط الآخر
في أكثر في نصيب أكثر من الدم هو الذي سوف يكون عليه الضغط أكثر، وربما أنه سوف ينحني لإرادة الآخر. فصراع الإرادات الآن يعني مع الأسف الشديد العامل فيها الديفيز فيها العملة فيها الصعبة هو الدم السوري، بدليل أن هذا 72 قرار وتوصية في 28 قرار مجلس الأمن ما فيش ولا كلمة إلزام كما تم في البوسنة والهرسك. نعم. ما فيش أن المجلس يلزم فلان يلزم كل الأطراف، لا يطالب يهيبه بكل الأطراف. هذه واحدة. معذرة رضا فقط، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة لكن أريد أن أبني عليها. يعني أنت قلت بأن المجتمع الدولي كله يريد سفك الدم السوري وأنهم يتبارون فيما بينهم لتوريط بعضهم بعضا في الملف السوري، لكن ما الذي يدفع روسيا وإيران إلى الغرق في هذا الوحل السوري ويعني يضعون كل أوراقهم تحت رحمة الأمم المتحدة؟ ما هي القيمة الإسلامية؟ ليس فقط روسيا وإيران، كلهم دخلوا وكلهم تورطوا. لكن السفك شغال من روسيا وإيران. الآن نتكلم على الغوطة، نسينا ما حدث في الرقة. الآن بوتين يقول لأمريكا أنا غضيت الطرف عما فعلتموه في الرقة، فبلاش تتكثروا علي كلام على ما أفعله في الغوطة. ما حدث في الرقة يعني في هناك غطاء دولي، يعني عشرات الدول في تحالف دولي. الآن انعدم هذا الغطاء الدولي. شوف الشعب السوري خرج من أجل ثورة. نعم. في البداية كانت أفكار ساذجة، قالوا حنخرج نسقط النظام والحرية والديمقراطية ونقود أنفسنا بأنفسنا. طيب خرجوا إذا بهم يجدون أن وراء النظام شيء آخر اسمه حزب الله. دخل حزب الله ما استطاع أن يحسب، وجدوا أن وراه إيران تدعمه، دخلت إيران ما استطاعت أن تحسب، تضعضعت إيران ما استطاعت أن تحسم في الشام، راحت أسندت بروسيا، روسيا ما استطاعت أن تحسب، راحت أسندت بحلف دولي. الآن واضح أن هناك إرادة دولية لإخضاع إرادة الإنسان السوري الذي أراد أن يحكم نفسه بنفسه. لا يريدون أن يشكل الإنسان السوري نموذج تحرري يخرج من ربقة الهيمنة الدولية. هذا النموذج لابد أن يحرق. انظر، لم تضرب الجماعات بين قوسين اللي يسموها إرهابية بقدر ما ضرب الإنسان السوري العادي الذي يدافع عن نفسه وعن أرضه وعن بيته. لماذا تفترض أن الإنسان السوري يريد أن يخرج من ربقة الهيمنة الدولية؟ يريد أن يسقط النظام، لماذا هذه النظرية يعني الفلسفية المغرقة في المؤامراتية؟ ليست فلسفية، والمؤامرة هي التي تكون أنه إنسان تتخيل أنه سيضربك ولا سيلحق بك الأذى. لا، إحنا المؤامرة انتهت، يعني سويت وانتهت، الآن في التنفيذ والدماء تسيل، ما فيش مؤامرة. المؤامرة قبل. طيب. أنا أقول إنه لماذا الإنسان السوري عندما نتكلم عن الهيمنة أو عند الحرية تقول ليش مرتبطة بالمنظومة الدولية؟ يا أخي رأيناها، أنتم أردتم أن تسقطوا النظام في سوريا صحيح؟ من الذي أسنده؟ سندته منظومة دولية. ليش؟ لأن العالم يقاد بالهيمنة، هذه هي الحقيقة الغائبة. العالم لا يقبل إلا أن تكون عبدا تابعا، سواء على مستوى الفرد، سواء على مستوى الجماعة، سواء على مستوى الدولة، وسواء على مستوى الأقليم. حتى في المنظومة الدولية هناك قيادة المركز، وهناك الدول الارتكازية، ثم الدول القطرية، ثم الجماعات. هذا هو الهرم اللي قائم عليه النظام الدولي. لكن هذا الكلام كله يعني نريد أن الترجمة العسكرية له عميد رحال. يعني وسائل إعلام النظام في الداخل تتحدث عن أن نظام الأسد زج بالقوات التالية: النظام قوات النمر المعروفة بانتهاكاتها الشديدة مصنفة، والقوات الخاصة والفرقة المدرعة الأولى والفرقة الرابعة والفرقة المدرعة التاسعة وثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري 104 و 56 وكلها زج بها في المعركة. لماذا كل هذه القوات على منطقة لا تتجاوز مساحتها 90 كيلو متر مربع فيها 350 ألف نسمة؟ يعني أولا نظام الأسد لم يعد موجودا على الأرض السورية. من يقاتل الآن هي ميليشيات إيرانية أو الميليشيات التي تعمل في ضمن الإرادة الإيرانية ويقودها قاسم سليماني، بدأ بحزب الله إلى الميليشيات العراقية إلى الزينبيون والفاطميون. نعم. اليوم إذا ما أراد نظام الأسد فتح أي معركة طبعا بأوامر إن كان من موسكو أو من طهران فعليه تجميع الشتات. هو لا يملك قوة على الأرض، هو القوة الوحيدة التي بقيت ولم يحركها جزئيا هي الحرس الجمهوري المسؤول عن أمن بشار الأسد أو على أمر قصور بشار الأسد ودمشق، وبالتالي هو مضطر اليوم. هذا ما قلناه منذ البداية، أن مناطق خفض التصعيد هي مناطق تسكيت الجبهات وليست خفض التصعيد، هي تنتظر دورها في القتل. لذلك عرضناها، قلنا إن ما تفعله روسيا هو عملية تجبيت الجبهة الجنوبية للاستفراد بالشمال، تبريد جبهة الساحل للاستفراد بجبهة حماة. اليوم تثبت كل الجبهات للاستفراد بالغوطة الشرقية. النظام الأسد لم تعد لديه القوة العسكرية. اليوم يزج في كل حلفائه، يعني اليوم الأضداد تجتمع. اليوم هناك معركة في دمشق ما بين طهران وروسيا. روسيا تريد قيادة المعركة من قبل سهيل حسن المحسوب على موسكو،
وطهران تريد أن يقود العملية ماهر الأسد المحسوب على طهران، وبالتالي كل تلك القوى، وهناك قوى أضيفت، يعني بالأمس انشق حوالي 150 عنصر بأطراف الغوطة الشرقية ودخلوا إلى الغوطة وانضموا إلى أخوانهم المقاتلين. هؤلاء من أين كانوا؟ كانوا من المصالحات التي حدثت في بالتل وقدسية وأجبروا على التوقيع بمجرد أن سنحت لهم الفرصة على أطراف الغوطة، هربوا بسلاحهم ودخلوا إلى الداخل. إذا نظام الأسد هو نظام متهالك لا يملك قوة عسكرية، من يتواجد على الأرض هي القوات الإيرانية وحزب الله ومن يعمل في هذا الإطار والتغطية الجوية للطيران الروسي، وبالتالي هذا الحشد الذي يتحدث عنه روسيا أو طهران أو نظام الأسد هذا هو كل ما يملك. لذلك قلنا أن أفضل دعم يقدم للغوطة الشرقية ليس الدعم المادي وليس تقديم الأسلحة، هو فتح الجبهات. سنناقش هذا لكن في المحور الأخير عميد أحمد، دعني أذهب إلى الدوحة. خليل، يعني ثمة من يربط هذا الهجوم القاسي الروسي على الغوطة برفض الفصائل المنتشرة في الغوطة، جيش الإسلام، فيلق الرحمن، وحتى أحرار الشام، رفضهم الذهاب إلى مؤتمر سوتشي الذي رعته ودعت إليه روسيا ووقفت بكل ثقلها وراءه، وبالتالي هناك عقوبة روسية للفصائل التي تمردت بين قوسين على القرار الروسي في الملف السوري، إضافة إلى وجود انتخابات رئاسية بعد نحو أسبوعين في موسكو. ما مدى صحة هذا الربط؟ بالنسبة لي موضوع العقوبة، ليس هناك عقوبة، لأن هذه الفصائل وقعت مع روسيا واجتمعت مع روسيا برعاية مصرية وشاركت في أستانا، لم تتغيب عن مؤتمر أستانا أو كافة اجتماعات أستانا. لكن بالنسبة لي السوتشي كان لها وضع خاص، وبالتالي لم يكن هناك إمكانية للمشاركة، ولو استطاعت هذه الفصائل أن تشارك لشاركت بالمناسبة، يعني حتى لا نبرئها من مسألة التخاذل، لأن يعني أنت عندما تتقوقع على نفسك فإنك لابد أن تتوقع هجوم عدوك عليك. أنت لم تبادر بالهجوم ولم تحاول فتح الجبهات ولم تكن يعني توحد الكلمة والبندقية وهكذا، فتحت عدة معارك لم يتم مشاركة كافة الفصائل فيها. الآن هناك يعني مسألة مهمة جدا وهي مسألة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الروسية في 18 من هذا الشهر، وبوتين يعني يحاول أن يحقق نصر ويحاول أن يحقق إنجاز ما في هذا المجال، يعني هو مهتم بهذا الأمر. وبالمناسبة الكلمة التي ألقاها اليوم وأعلن فيها عن الأسلحة الحديثة من الليزرية إلى الصواريخ البالستية التي تعمل بمحركات نووية وتطير إلى ما لا نهاية، أن يقرر أن قطها على أهدافها وطائرات طيار مائية، يعني أسلحة كلها تقريبا مرعبة بالنسبة للغرب اليوم. الغرب الآن أو الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني ألغت معاهدة الأسلحة المضادة للصواريخ البالستية في العام 1972، الآن هي في ورطة، لأن بوتين بهذا الذي كشفه، يعني أنا متأكد تماما أنه حصل على التفاف الشعب الروسي وأنه ضمن الفوز ولاية جديدة، هذا لا خلاف عليه اليوم. بالنسبة للغوطة، هو يحتاج إلى تحقيق نصر، الغوطة وسوريا يحتاج تحقيق نصر على الأرض يستطيع من خلاله أن يقول نحن هنا ونحن من يثير كفة الصراع ونحن من يحقق. لكن يعني خليل، يعني أنت تقول أن بوتين بحاجة إلى نصر عسكريا على الأرض في الغوطة من أجل الانتخابات الرئاسية، يعني أكبر المتفائلين في روسيا، أكبر المتفائلين لا يمكن أن يجزم بالقدرة على تحقيق حسم عسكري في الغوطة بخلال أسبوعين، كيف ذلك؟ يعني الحملة مستمرة منذ 18 من الشهر الماضي بالمناسبة، وهي ستكمل يعني شهرا مع موعد الانتخابات الروسية، وستحل أيضا مع موعد انطلاق ثورة الكرامة السورية، يعني كل هذه المناسبات ستجتمع في منتصف هذا الشهر تقريبا. الآن روسيا نعم بحاجة إلى هذا النصر العسكري في الغوطة كي تحمي دمشق وتؤمن دمشق على أقل تقدير، لأن الغوطة ستبقى مصدر تهديد لدمشق بسبب إحاطتها بالعاصمة وبسبب وجود فصائل قوية متمرسة ومتصل، بسبب إصرار أهالي الغوطة على الصمود والمقاومة، على عكس
قادة فصائلهم الذين لهم يبدو ارتباطات وأجندات بقوى إقليمية ودولية. وفي المحور الأخير من الحلقة سنبحث مدى قدرة النظام وروسيا على حسم الملف العسكري في الغوطة. ثمة من يشكك في هذه القدرة. قبل أن أذهب إلى الفاصل رضا، يعني أمريكا لا تريد أن تحسم روسيا ملف الغوطة الشرقية بسبب عدم رغبتها في سيطرة روسيا كامل على كامل محافظة دمشق، وبالتالي لهجتها لم تكن مرنة تجاه الروس والنظام، وقالت للنظام يجب أن تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، إضافة إلى تكهنات كبيرة بقرب ضربة عسكرية أمريكية لقوة النظام السوري. السؤال هو هل نحن بصدد مواجهة خشنة تتبلور شيئا فشيئا بين موسكو وواشنطن على الأرض السورية؟ قد تكون، الكل يتوقعها والكل من الأطراف، كل الأطراف تريد أن تتجنبها، حتى أنهم تكلموا بكل صراحة أن الجو السوري أصبح ضيق جدا، هناك تزاحم كبير جدا للطيران من مختلف الأحلاف الأربع. أنا ما أريد أن أقوله أنه أي واحد يريد أو عنده نية من الدول الكبرى أن يسيطر على سوريا لابد أن يدخل من خلال تسوية سياسية. طبعا منصة أسيتانا بالنسبة لروسيا تعتبر حيوية، أمريكا تعرف ذلك جيدا، تريد إفشال منصة أسيتانا بمشكل الغوطة، بمشكل الغوطة الآن، وجر الجميع بعد ذلك. يعني أنا أعتقد أن موسكو هي أكثر من أفشلت أسيتانا وليس نعم. نعم، لكن تريد أنها تسوق نفسها على أنها نعم. قد قدمت حلا سياسيا، والآن الجميع مدعوين لمائدة موسكو، تريد أن تصل إلى هذا. لكن أنت قلت أنه ربما تنشأ مواجهة خشنة بين نعم. روسيا، يعني سيناريو وشكل هذه المواجهة المتوقعة. نعم، هناك مؤشرات، عندنا تزاحم الجوي الذي وقع بين الدولة اليهودية وإيران، عندنا بين روسيا وتركيا، وعندنا أيضا ما وقع مؤخرا في دير الزور كما أشار الضيف الكريم، في قصف ميليشيات روسية تابعة للكرملين. فهناك فعلا كل طرف يعني متجنج من طرف، كل طرف ترقى صفعة معينة من طرف، فهم دخلوا كما قلت من البداية، دخلوا باتفاقات، الآن انهارت كل هذه الاتفاقات وأصبحوا الآن هناك تفاهمات بينية، ليس هناك اتفاقات كلية. لماذا انهارت؟ يعني يبدو المشهد بحسب كلامك، يبدو المشهد الآن في سوريا بأن كل فريق قنع بحصته من سوريا، يعني أمريكا شرق الفرات راضية به حتى الآن، وروسيا تسيطر على سوريا المفيدة، والأتراك يعني المنطقة الحيوية والعمق الأمني على حدود سوريا مع تركيا. نحن نتكلم هكذا وننسى عامل مهم جدا، وهو هم أصحاب الأرض. خليهم يتقسموا زي ما بدأ. أنا أتكلم عن المواجهة الدولية في سوريا. ما نقول اللي بيتحكم في النهاية، اللي بيخلي استراتيجية كل طرف تنجح، هو هم أهل الأرض. أهل الأرض يتقاتلون فيما بينهم. ما أنا جاي. هذا عامل سلبي جدا، انه مع الاسف يعني ليس لهم قوه وازنه على الارض. لا، انا اتكلم عن الانسان السوري اللي حامل سلاحه الان وغير مؤدلج وبيدافع على ارضه واهله، يعني الفصائل كلهم من الثوره السوريه لهم نسبه، لكن ليس كلهم، هم الشعب السوري الذي يقاوم، الشعب السوري الان كله يقاوم يدافع على ارضه. هذا العامل المهمل هو الذي سوف يحدد النتائج المستقبليه. الان كما قلت لك دخلوا باتفاقات، انهار الاتفاقات، الان بداوا بالتفاهمات البينيه. هذه التفاهمات البينيه على الميدان لا يستطيع أي أحد ضبطها. كيف انهارت الاتفاقات لو توضح لي؟ الاتفاقات انتهت بمجرد انتهاء السبب اللي دخلوا من أجله، وهو إيش؟ أعلنوا الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية. هذا الإعلان هدم كل الاتفاقات البينية التي كانت بينهم، التي من شأنها حرضت الدول على التحرك، حرضت برلمانات الدول على السماح لجيوشها أن تتحرك خارج حدودها. الآن انعدم هذا التبرير، فنلاحظ أن أستراليا سحبت طائرتها الجوية، نلاحظ السويد وكندا أيضا عندهم تحفظات الآن على العمليات الجوية، فالحلف بدأ يتصدع، الأحلاف كلها بدأت تتصدع، اضطروا للدخول إلى، يعني خرجوا من الاستراتيجي إلى التكتيكي، اضطروا للدخول إلى تفاهمات. هذه التفاهمات البينية يعني بتنزيلها المباشر على الأرض سوف تخرج هناك هوات وصدوعات وتصادمات، هذه التصادمات سوف تفضي بالضرورة إلى يعني هذا الشرخ سوف يكبر، وهذا ما لاحظناه من التصريحات. معركة الغوطة تقرب هذا الاحتمال برأيك؟ سوف ربما تكون هي الشرارة التي تشعل الحرب الدولية ربما. حتى الآن إذا سمعنا مثلا تصريح أعضاء الكونغرس تجاه سوريا، تجاه روسيا، يعني أمريكا أصدرت ثلاث وثائق في العقيدة العسكرية الأمريكية، الثلاث وثائق تعتبر الآن أن روسيا هي المحدد الأكبر القائم، والصين هي المحدد المهدد القادم،
وتجعل الجماعات الإرهابية في الدرجة الثالثة. لا يعني بالضرورة هذا أنا وقوع قتال بين الأمريكان والروس. لا يعني بالضرورة، لكن مرتين ومجلس رصد الأمن الدولي هو مستقل عن الدول يقول مرتين اقتربنا إلى حرب عالمية ثالثة ثم تراجعت الساعة إلى الوراء، أولا مع كوريا الشمالية وهذه المرة مع في بسبب الغوطة. والذي يؤشر ذلك أو يثبت هذه المؤشرات هو تصريحات الكونغرس تجاه روسيا، وتصريح اليوم بوتين اليوم كان نووية. كان شوي ويقول اعلن حرب. هناك مؤشرات عسكرية، هناك مؤشرات احنا هناك حرب خفية دور احنا ما نشوفها، لا يتناولها الاعلام. لكن ما اريد ان اشير اليه نقطة مهمة، نعم، ان التلويح بالحرب النووية كان منذ سنة عندما اعلنتها تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، ومنذ ذلك وهو تشنج موجود مع روسيا. نعم. فعلا هناك شروخ عميقة، ربما الأيام القادمة سوف نرى هل سوف تسخن أو تكون هناك خطوة إلى الوراء. نعم، الآن نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الحديث. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من حلقه اليوم. عميد احمد، يعني يبدو ان القتال محتدم الان في الغوطه، والضيف خليل مقداد من الدوحه تحدث عن ان روسيا تريد بشكل كبير تحقيق انجاز عسكري على الارض تمهيدا لتحقيق انجاز سياسي في موسكو عبر الانتخابات الرئاسيه. ما فرص النظام وروسيا في تحقيق انجاز عسكري في الغوطه الشرقيه؟ يعني اولا انا اختلف مع الاخ خليل في نقطه، ان الموضوع في الغوطه الشرقيه يتعدى موضوع جبهه النصره، هو يستهدف 400 الف مواطن سوري. لكن بالعوده الى الاجنده الروسيه، عندما بدات بالعمل اول ما بدات في جبل الاكراد وجبل التركمان وحققت انتصار، فذهبت إلى فيينا 1 وفيينا 2 وعدلت القرار 2018 ونقلته إلى القرار 2254. عندما أرادت الأستانة دمرت حلب وذهبت إلى الأستانة، ذهبت إلى جنيف لم تستطع أن تحقق ما تريد ب 2254، دمرت إدلب وذهبت إلى سوتشي أيضا فشلت سوتشي. اليوم تريد أن تدمر الغوطة الشرقية وأن تسيطر على العاصمة بالكامل، كي أيضا تقدم كما قلت منذ البداية الحرب هي استمرار للسياسة، وبالتالي الغوطة الشرقية اليوم هي آخر فرصة لبوتين كي يستطيع فرض الانتصار. ما مدى قدرتهم على تحقيق حسم عسكري في الغوطة؟ يعني ثمة من يشكك في هذه القدرة. يعني عسكريا أريد تحقيقك العسكري، عسكريا لا يمكن لروسيا أو لا يمكن لإيران، لا يمكن لكل الميليشيات التي تم حجزها على أطراف الغوطة الشرقية من اختراق الغوطة. لماذا؟ هناك حي جوبر، هذا الحي الصغير الموجود في قلب العاصمة 4 سنوات ولم يستطع نظام الأسد من اختراقه. اليوم الغوطة الشرقية 22 ألف مقاتل موجودين على الجبهات، هناك 365 ألف مواطن يعتبرون أنفسهم الخط الثاني 90 كيلومتر مساحة. عدا عن الحدود الخارجية، هذا الشعب، هذا الأفراد لديهم قرار ثابت بأن التهجير القسري من الغوطة الشرقية خط أحمر لكل من يتواجد داخل الغوطة الشرقية، الأهالي قبل المقاتلين، وبالتالي كيف تستطيع الانتصار على هؤلاء الذين يعتبرون أنهم يدافعون عن أرضهم، عن بيوتهم، عن بساتينهم، عن عرضهم وعن شرفهم؟ عميد أحمد، يعني قد يبدو هذا الكلام شاعري أمام القوة العسكرية شاعري. والحشد والتكتيكات والقصف والأسلحة الصاروخية. يا صديقي، يستطيع الطيران أن يدمر، وتستطيع رجمات الصواريخ أن تقتل، نعم، وتستطيع الدبابات المدفعية من أن تحرس الأرض، لكنها لا تستطيع التقدم. لاحظ أنه بعد 5 سنوات من الحصار بهجوم صغير استطاع أحرار الشام من السيطرة على إدارة المركبات وحي العجمي، وحتى اليوم النظام يحاول العودة ولم يستطع. أنا لا أقول أنه لا يمكن الدخول إلى الغوطة، يمكن الدخول، ولكن بعد مجازر لن تستطيع روسيا من تحمل عواقبه. نعم خليل، يعني سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يقول إن الغوطة احتمال تطبيق النموذج الحلبي على غوطة دمشق الشرقية احتمال قائم. برأيك هل هذا التصريح هدفه بالفعل تطبيق النموذج الحلبي
على الغوطة الشرقية أم أنه ضغط نفسي لتحقيق مآرب سياسية؟ أنا أخشى أنه نعم، ودعني أؤكد على ما قاله الأخ العميد رحال من أنه لا يمكن الدخول عسكريا، وصدقني لم يكن هناك إمكانية لدخول قوات النظام إلى أي منطقة من المناطق التي هجر أهلها وسلمت لو لم يكن هناك اتفاقات إقليمية ودولية من دارية إلى حلب إلى غيرها. الآن انظر إلى الاقتتال الحاصل في إدلب وانشغال أحرار الشام والزنكي بقتال الهيئة. قبل هذه المرة كانت هناك فصيل يسمى جند الأقصى يقاتل في ريف حماة ومتقدم ووصل إلى مشارف حماة، تدخلت أحرار الشام وأوقفت هذه المعارك بافتعال فتن. نعم. أمام معضلة، أمام معضلة. أنت لا يمكن أن تتوقع من الآخرين أن يقاتلوا عنك مصيبتنا سوريا. يعني خليل، يعني لو بقينا في ملف الغوطة الشرقية، يعني أنت تقول بأنك تخشى من أن روسيا تسعى إلى تطبيق النموذج الحلبي في الغوطة الشرقية، لكن هنا إحراج كبير من الشارع الغوطي لافروف لروسيا عندما ثلاثة أيام الهدنة، مهلة الهدنة تنتهي من دون أن يخرج واحد فرد واحد من الغوطة الشرقية مصرون على البقاء، ألا يحرج هذا روسيا وبالتالي يعطل فرضية تطبيق النموذج الحلبي فيها؟ النموذج الحلبي يمكن تطبيقه، نعم هذا يحرج، لكن هذا يحرج روسيا ويحرج النظام، ولا أهل الغوطة ولا حتى الفصائل ستسمح بأن يخرج أحد من الغوطة ما لم يكن هناك قرار إقليمي ودولي وموافقة فصائلية بتسليم الغوطة. نعم، لكن هذا الأمر لن يحدث على المدى المنظور في الغوطة أنا برأيي، لأن هناك إصرار على المقاومة وحتى هناك غدر بهذه الفصائل التي قدمت نفسها كفصائل معتدلة. جيش الإسلام، خيلق الرحمن، كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع روسيا ومع الدول الداعمة، وهذه الدول للأسف هي التي تسوق لنظام الأسد. يعني الدول العربية التي تدعم هذه الفصائل إلى حد بعيد تسوق لنظام الأسد. انظر إلى هيئة المفاوضات الآن. يعني أي شيء سيحدث في الغوطة لن يكون هزيمة عسكرية، سيكون تسليم. لا يمكن أن يسيطر النظام على الغوطة عسكريا، لا يمكن أن تسقط الغوطة عسكريا بوجود هذه الفصائل وهذا الشعب، إلا إن كان هناك قرار بتسليمها. نعم، إلا إذا كان هناك قرار بتسليمها. رضا، روسيا انقلبت على قرار مجلس الأمن بالهدنة لمدة 30 يوما، الهدنة الفورية، وأنتجت هدنة سميت بهدنة الموت، يعني إيقاف القتل 5 ساعات ومن ثم قتل 19 ساعة. هل يبدو لك أن مجلس الأمن أو المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة سلموا ورفعوا الراية البيضاء بالنسبة لروسيا في سوريا؟ أنا دائما أقول أنه النظام العالمي هذا قد تصدى وهو آية للسقوط، بدليل أن مؤسسات الدولية أصبحت غير مجدية، فعلا غير مجدية بالنسبة لهذا العالم، فلا مجلس الأمن استطاع أن يطبق قراراته، ولا الأمم المتحدة استطاعت أن أيضا تشرف على العملية حتى الإنسانية. بوتين لماذا لا ينقلب على أي قرار وهو يرى أن إسرائيل تنقلب على كل القرارات ولا أحد يلومها؟ لماذا لا ينقلب وهو يرى لا أحد أصبح الآن يحترم القرارات؟ العالم ماشي إلى تشكل موازين قوى دولية، وبالتالي بعدها تشكل نظام عالمي جديد، وبعدها هذا النظام العالمي سوف يفرز قوانين جديدة. نحن أشبه ما كنا قبل الحرب العالمية الثانية. كانت عصبة الأمم منهارة وتحتضر، واضطر العالم أن يذهب إلى حرب عالمية ثالثة، ليس اضطر يعني هم سبب فيه، وبعد ذلك أنشئت الأمم المتحدة. الآن الهيئات فوق الدول، الهيئات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، كلها أصبحت غير مجدية، لا تحقق شيئا. حتى الرئيس التركي يعني دعا إلى تغيير يعني طريقة عمل مجلس الأمن الدولي. نعم. لا هو لابد من تغييره تماما، هذا أصبح مجلس الرعب. يعني 5 من الآلهة الكبار يقررون من يعيش ومن يموت، هذا غير عادل تماما بالنسبة للإنسانية كلها. أنا ما أريد أن أقوله أنه الآن مشكلة المسألة السورية أنها في مرحلة دقيقة جدا من تاريخ البشرية، وهو انهيار نظام عالمي سوف ينشأ بعده، لا ندري هل عالم قطبي أيضا مرة أخرى متعدد الأقطاب أو عالم لا قطبي. نرى أن أمريكا تخشى من عالم متعدد الأقطاب، فربما لا تستفرد بالعالم كله، هي تريد إفشال الجميع لكي تخرج إلى نظام لا قطبي هي العنصر الأقوى فيه. ما من يدفع مع الأسف ثمن هذا الأمر هي الشعوب المستضعفة. أريد أن أشير إلى نقطة
الخطة، أنا متخوف منها جدا ما يحدث الآن في سوريا. هناك باختصار جدا كبير، هناك تفاهمات وتوافقات تخرج عنها قرارات هي الآن أغلبها سرية، لكن كما أشار ضيفكم عبر سكايب هناك مناطق ثورية لم تسقط قتالا إلا ما سلمت تسليما. للأسف الشديد الإنسان السوري أو الثائر السوري ليس عنده من يرسم له رؤية استراتيجية يتعامل كيف يتعامل مع هذه التوافقات ومع هذه المخرجات، وهو الذي جعل الإبادة في الغوطة من جهة وعناصر فصائل تقتتل في الشمال. هذه مرحلة انتهاء الفصائلية. نعم. إلى مرحلة جديدة، انتهاء الفصائلية. وأشرت إلى نقطة مهمة، لا يوجد من يرسم رؤية استراتيجية للثائر السوري، هذا أريد أن أبني عليه. يعني ربما المتابع للشأن السوري يستغرب كثيرا بل يدهش من وجود عشرات الفصائل المنتشرة على طول الجغرافيا السورية وعلى جبهات كثيرة جدا مع نظام الأسد، وبالتالي مع ذلك لم نتمكن من مشاهدة فصيل يفتح معركة لتخفيف الضغط على الغوطة. هل هو غياب الاستراتيجية أم شيء آخر ربما تسليم؟ غياب الاستراتيجية وهو التبعية للخارج أكثر مما هي تبعية للثورة السورية. دعنا نكون بصراحة، كيف ذلك؟ عندما قتل الجيش الحر عام 2013 كان هناك تشظي في القيادات العسكرية، هناك من تتبع لتنظيمات إسلامية، هناك من تتبع لمخابرات دول إقليمية وجانبية، وبالتالي لم يعد هناك قرار وطني. عندما كنا نقول أن بشار الأسد فقد قراره العسكري والسياسي لصالح طهران وموسكو، أيضا الثورة السورية فقدت قرارها السياسي والعسكري لبعض العواصم العربية والإقليمية، وبالتالي اليوم معظم من بالداخل يأتمر بالخارج. أعطي مثال، منذ حوالي أسبوع تداعينا الاجتماع من أجل الغوطة الشرقية لفصائل الشمال، أحد القادة أجابني بالحرف الواحد: سيادة العميد، ثلاثة أيام ونحن ندعو الاجتماع لم يتجرأ أحد على القبول بالاجتماع. إذن هناك عملية تشظي في المواقف، هناك عملية تبعية، الداعم هو من يسيطر على القرار العسكري كما العواصم تسيطر على القرار السياسي، لكن هناك شعب لا يموت، هناك قضية وثورة في قلوب الناس سوف تسقط كما أسقطت كل من دعم بشار الأسد، سوف تسقط تلك المنظومة القيادية التي لا تتبع للثورة السورية. هل ما تذكره يصب في خانة ما ذهب إليه رضا من أن انتهاء مرحلة الفصائلية في سوريا؟ تماما، هذا الكلام صحيح، لكن هذا الأمر يترافق مع أمر مهم أرجو أن نختم به هذه الحلقة. نعم. هناك تغير، الثورة السورية كما عرت الداخل وكما عرت القيادات السياسية هي عرت المنظومة الدولية. اليوم المجتمع الدولي لديه مشكلة أخلاقية، لديه مشكلة قانونية. مجلس الأمن 28 قرار، 16 قرار دون البند السابع، 11 قرار فيتو من موسكو. القرار الوحيد الذي وضع تحت البند السابع هو القرار الذي يخص إسرائيل. أيضا لدينا مستجد اليوم، هناك تحركات عسكرية، التصريحات الأمريكية بالأمس ما صرح به قائد المنطقة الوسطى، اليوم USSS أكبر مدمرة أمريكية تتحرك باتجاه المتوسط، أكبر مدمرة بريطانية دخلت المتوسط، رفعت جاهزية الحاملة الطائرات جورج بوش، تصريحات الفرنسية، تصريحات البريطانية، تصريحات الأمريكية. أنا أعتقد أن هناك أمر ما سوف يحصل قريبا، قد تكون إيران هي كبش الفيدة مع نظام الأسد، وبالتالي هي صفعة لحلفاء موسكو كي يرتدع بوتين عن القرصنة التي تقوم بها سواء كان سياسيا في مجلس الأمن أو عسكريا بالغوطة وخلافه. نحن لا نريد للمنطقة إلا كل خير. أشكرك شكرا جزيلا عميد أحمد في ختام هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أشكر العميد أحمد الرحال الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الأستاذ رضا بودراع الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا من الدوحة عبر سكايب الأستاذ خليل المقداد الباحث الكاتب والباحث السياسي. كل الشكر لكم، إلى اللقاء بإذن الله.